طيب هنكمل ان شاء الله شابتر 9 الخاص بالاي جي ار بي. هيبدأ بقى يكلمني على الدول او diffusing update algorithm. بيقول لي ان هو بيبقى عباره عن ايه، لوب فري باص ولوب فري باك اب باص زي ما قلنا، وفاست كونفرجنس، ومينيمم باندويث يوزج. طبعا هو اقل باندويث مستخدم. لوب فري فهمنا يعني ايه لوب فري، لما بيحصلش لوب او مش محتاج استخدم معاه الهولد داون تايمر او السبريت هورايزون. اللوب فري باك اب عندي باك اب باصز او موجوده فين؟ في التوبولوجي تيبل. وفاست كونفرجنس طبعا لاني عندي مجرد ما الروت بيقع بطلع الايه الالترنيت او الباك اب بتاعه على طول. مينيمم باندويث طبعا لاني بعمل ايه؟ بارشن باوندد ابديتس. اوكي يا باشمهندسين؟ طيب في كذا حاجه بقى عايزين نقولها، ويا ريت الناس تركز دقيقتين، ركزوا قوي لو سمحتوا. في حاجه اسمها السكسسور، في حاجه اسمها الفيزيبل ديستنس والفيزيبل سكسسور والادفرتايز ديستنس والفيزيبيليتي كونديشن. موضوع سهل جدا. ايه هو السكسسور؟ هو الروت، هو البيست باص. معنى كلمه سكسسور يعني احسن طريق او هو البيست باص بتاعي. في مشكله كده؟ طيب ايه هو الفيزيبل سكسسور؟ الفيزيبل سكسسور يعني الباك اب. سكسسور يعني الروت او البيست باص. الفيزيبل سكسسور يعني ايه يا شباب؟ هو الباك اب. هو لو البيست باص وقع باخده هو سكسسور ليه. تمام كده؟ ده الاحتياطي يعني. طيب في حاجه اسمها الايه؟ الفيزيبل ديستنس. ايه هو الفيزيبل ديستنس؟ سي انا عايز اروح من عندي لعند مجدي، من عندي لعند احمد مجدي، فالمسافه بتاعتي كلها من احمد من عندي لاحمد مجدي دي اسمها الفيزيبل ديستنس، دي المسافه كلها. تمام؟ طيب لو عصام قال لي، لو احمد عصام قال لي هوصلك لمجدي بكذا، دي اسمها الادفرتايزد ديستنس. اسمها الايه يا شباب؟ ادفرتايزد ديستنس. تاني السكسسور يعني الباص اللي هو بيني وبين مجدي على طول. في مشكله كده؟ اللي هو من عندي لعصام لمجدي، ده اللي هو الفيزيبل، ده اللي هو السكسسور. طيب الفيزيبل سكسسور ده طريق احتياطي، بوصل من عندي لمحمود لالبرت لمجدي. ده الطريق الثاني الاحتياطي اللي هو اللي اعلى منه حاجه بسيطه في الايه؟ في المتريك. تمام كده؟ في اي مشكله؟ طيب الفيزيبل ديستنس المسافه الكامله ما بيني او المتريك الكامل ما بيني وبين مجدي. تمام كده؟ طيب الادفرتايز ديستنس او الريبورت ديستنس، عصام في النص قال لي هوديك لمجدي بكذا باكس مثلا. تمام؟ ومن عندي يبقى الاكس دي مسافه من مجدي لعصام، ومن عصام لجات واي. تمام؟ يبقى المسافه من عندي لعند مجدي عباره عن ايه؟ اكس بلس واي. في مشكله كده يا شباب؟ تاني من عصام لمجدي واي، ما بينهم مسافه اكس مثلا، ومن عندي من عصام ليا مسافه واي. يبقى المسافه الكامله بيني وبين مجدي قد ايه؟ اكس بلس واي. تمام؟ هو بيقول لي ادفرتايزد ديستنس او ريبورتد ديستنس، بيقول لي اوصلك بكذا. تمام؟ لكن الفيزيبل ديستنس هي اكس بلس واي اللي قلنا عليه. في مشكله كده؟ لا، الفيزيبل يعني كلها، فيزيبل ديستنس. الادفرتايزد اللي هي اكس بلس واي الفيزيبل، الادفرتايزد اللي هي اكس بس اللي هي بينك وبين مجدي. بنسميها في ايه؟ فيزيبل او سوري ادفرتايز ديستنس او ريبورتد ديستنس. طيب ثانيه واحده، في حاجه اسمها الفيزيبيليتي كونديشن. ايه الفيزيبيليتي كونديشن؟ ان ما ينفعش لو حد تاني، يعني انا عندي بيست باص بيني جاد عصام مجدي، في مشكله كده؟ طيب لو جه محمود قال لي ادفرتايز ديستنس، قال لي ايه يا شباب؟ ادفرتايز ديستنس اللي هي زي اللي كانت اكس عندها ما بين عصام، قال لي ادفرتايز ديستنس مثلا زد، ادفرتايز ديستنس زي مثلا. تمام؟ ادفرتايز ديستنس ديت لو هي اعلى، لو هي اعلى من الفيزيبل ديستنس بيني وبين مجدي ما اخدهاش. ليه؟ لانه كده ممكن يكون بيعدي على الطريق جاد مجدي عصام ولا لا؟ فكده لو عصام وقع هيحصل لوب ولا لا؟ تاني هقول لك انا الكلام ده كله قبل الشرح، انا بفهمك الكونسبت عشان السلايد دي مجرد ما نفهمها تلاقي الموضوع خلص ان شاء الله. بصوا يا شباب، انا عندي كده ادي البيست روت، كويس؟ ادي الراوتر بتاعي سوري، وده
دي من هنا لايه؟ ودي النتورك اللي انا عايز اوصل لها. في مشكله كده؟ طيب دي اسمها الادفيرتايز ديستنس، اللي هو ده راوتر 2 بيقول الراوتر 1 اوديك النتورك اللي انت عايزها، نتورك اكس دي بكذا، او النتورك اللي انت عايز توصل لها، يبقى اكس دي اللي هي الادفيرتايز ديستنس. في مشكله كده؟ اكس بلس واي دي اللي هي ايه يا شباب؟ دي الفيزبل ديستنس. في مشكله كده؟ طيب الطريق كله اللي هو اكس واي او الروت ده سكسسور. في مشكله كده يا شباب؟ طيب لو عندي بقى طريق تاني احتياطي، لو عندي هنا حاجه اسمها راوتر 3، لو عندي ايه يا شباب؟ راوتر 3 بيقول لي هوديك بمسافه زد عند النتورك اللي انت عايز توصل لها، هوديك بمسافه ايه؟ زد. ما ينفعش تعتبر زد ديت احتياطي او طريق بديل او فيزابل سكسسور لو كانت اكتر من اكس بلس واي. ليه؟ هل لو كانت اكتر من اكس بلس واي ما ينفعش تاخدها. ليه؟ هو احنا قلنا في الديستنس فيكتور هل ببقى عارف الطريق كله ولا عارف بس دايركشن واتجاه وديستنس؟ دايركشن وديستنس، صح كده ولا لا؟ انت ما عندكش كومبليت ماب، فانت مش عارف الدنيا ماشيه ازاي من جوه. فلو لقيت اكبر من اكس بلس واي، مش قد يكون راوتر 3 ده بيعدي على الطريق اكس واي؟ ايه اللي خلاك تشك ان هو هيقول لك بمسافه اكبر منها؟ لو اقل منها كده اكيد ما بيعديش عليها. الناس فاهمه قصدي ولا لا؟ طب ايه المشكله يا هيثم لو بيعدي عليها؟ ان لو راوتر 2 ده وقع هتاخد الفيزيبل سكسسور ولا لا؟ لو السكسسور وقع هتاخد الاحتياطي بتاعه فيزيبل سكسسور، اللي هو هيدخلك في لوب، هيبقى من راوتر 1 لراوتر 3، راوتر 3 لراوتر 2، و2 و1 وهكذا. الناس فاهمه؟ هيدخلك في مشكله، يعني هيبقى واقع برضه. في مشكله كده يا شباب؟ طب تعالوا نشوف بقى هو شرحها لنا ازاي هنا. بيقول لي الروت اللي بيكون او السكسسور هو اللي موجود في الراوتنج تيبل. في اي مشكله كده؟ ودايما بتلاقيه بعد كلمه فايا كذا. يعني بقى يعني من خلال فلاني، فلاني ده اللي هو السكسسور بتاعك. في مشكله كده؟ طيب ايه هي الفيزبل ديستنس؟ هي اللي بستخدمها متريك. لا اللي هي النكست هوب راوتر، ده الراوتر بتاع السكسسور بتاعك. ما هو ده السكسسور بتاع النكست هوب اللي هو بيتعقد ازاي يعني؟ تمام؟ في الطريق نفسه اللي هو يعني ناحيه عصام، همشي ناحيه عصام. اوكي؟ هو ده الكونكت. فاهم قصدي انت كمان؟ معلش يا باشمهندس ما تكتبيش، معلش هم هيجي لهم يوم يكبروا كام ربطتهم دي، صح يا احمد؟ طيب الفيزبل سكسسور بيقول لي one of the reasons the devil كان كونفرج كويكلي، ان هو بيبقى قلنا بيبقى سريع جدا افتر تشينج. لو حصل اي تشينج في التوبولوجي بتاعي يبقى عندي باك اب ايه؟ باك اب باسز، عندي طرق بديله تو ايه؟ تو اذر روترز نون از فيزبل سكسسور وزاوت هافينج ريكمبيوت ايه؟ مش لازم يعمل كومبيوتنج للدول، مش لازم يعمل اول وجديد، يبقى عنده الترنيت او باك اب ايه؟ باسز. بيقول لي فيزبل سكسسور از نيبر ايه؟ هو هاز ا فري لوب فري باك اب باس تو ذا سيم نتورك از ايه؟ سكسسور، بيكون باك اب ليه ده سكسسور روت، وده الايه؟ الفيزابل سكسسور. وقلنا الفيزابيلتي كونديشن، فيزابيلتي كونديشن عباره عن ايه؟ النيبر ريبورت ديستنس او الادفرتايز ديستنس زي ما قلنا، اللي هو المسافه اللي قال لي هوصلك بيها، بتكون ليس ذان ايه؟ اللوكال فيزابل ديستنس. في مشكله كده يا شباب؟ الادفانس سوري الادفرتايز ديستنس بتاعه الروت ما تبقاش اكبر من الايه؟ ما تبقاش اكبر من او تبقى اقل من الفيزبل ديستنس بتاعت السكسسور. اوكي؟ ده اللي احنا قلناه كده زي ما احنا شايفين. بيقول لي ان ده النتورك بتاعتنا. عايز اقول لك على حاجه، ده الاي بي راوت، صح كده ولا لا؟ يبقى ده السكسسور. ودي المتريك او الادفرتايزد ايه؟ ديستنس. في مشكله كده ولا لا؟ الناس فاهمه؟ مش قلنا الادفرتايز ديستنس هي المتر؟ الادفرتايز ديستنس هي المسافه
سوري لا انا اسف، الفيزابل ديستنس، انا اسف، دي الفيزابل ديستنس. شو قلت الفيزابل ديستنس اللي هي اكس بلس واي؟ الاكس بس هي كانت الادفرتايز ديستنس. هو الديلي والباندوس الحاجات دي كلها اللي هي المسافه كلها. وانا مش بقيس متر بيني وبين احمد مجدي، انا بقيس متر اللي هو المتريك، تمام؟ في المتريك هو الفيزابل ديستنس. اوكي؟ فده الفيزابل ايه؟ ده فيزابل ديستنس. امتى اخده؟ شايفين الرينج دوت؟ ده اكبر من ده ولا لا؟ ده الفيزابل ديستنس، ده الادفرتايزد، خلينا نحسب عدد الخانات من تحت اقل، فبالتالي هاخده ايه؟ بالتالي هاخده فيزابل ايه؟ سكسسور. كده الفيزابيلتي كونديشن متحقق، فهاخده فيزابل ايه؟ سكسسور. الار دي اللي هي الريبورتد ديستنس اللي او الادفرتايز ديستنس، تمام؟ يبقى بصوا كده، دي يعني ايه؟ باسف، باسف شغال يعني، باسف يعني كويس، واكتف يعني وحش. ازاي؟ اسمها بص اكتفلي سيرشنج، اكتفلي سيرشنج على انذر روت، يعني بيدور على بديل. الاكتف او الباسف عمليه البحث عن بديل، فكل ما تبقى ايه؟ باسف يعني ما بيدورش على بديل، يبقى دوت ايه؟ ستيبل روت. لو اكتف يبقى اكتفلي سيرش على انذر باص، يبقى في مشكله. الناس فاهمه ولا لا؟ فالبي بيقول لي ايه؟ الاكتف يعني بينج ريكالكوليتنج، بيحسب الدور من اول وجديد، والباسف يعني ايه؟ ستيبل سكسسور روت. معايا كده يا شباب؟ طيب ودي ديستنيشن نتورك عايز توصل لها، وصلها من ماسك او البريفكس بتاعها. بيقول لي في وان ايه؟ سكسسور، والفيزابل ديستنس بتاعته بكام؟ بكذا، اللي هي بتكون موجوده كمتريك بتاعت الروت. في مشكله كده؟ طيب واللي تحتيه ده بقى الاولاني دوت نيكست هوب ادرس بتاع السكسسور. معايا يا باشمهندسين؟ ودي الايه؟ الريبورت ديستنس، واللي بعديها دي الفيزابل ديستنس. دي الفيزابل ديستنس اللي هي كانت موجوده فوق هنا، صح ولا لا؟ ودي الادفرتايز ديستنس او الريبورت ديستنس. يبقى دي اللي هي اكس بلس واي، ودي اللي هي اكس. الناس فاهمه ولا لا؟ طيب وده دي الادفرتايز ديستنس بتاع السكسس بتاع الفيزابل ايه؟ سكسسور. دي اللي بنقارنها، بنقارن دي بدي. الناس فاهمه ولا لا؟ دي اللي هي بنقارنها باكس بلس واي. لو اقل من دي اللي هي الزد، اللي هي المسافه اللي محمود بيقول لي عليها. الناس فاهمه ولا لا؟ طب وده؟ ده الفيزابل ديستنس اللي هو المسافه اللي هي زد من محمود لحد مجدي بلس ايه مثلا؟ بلس ايه اللي هي من عندي لعند محمود، اللي هي دي الفيزابل ديستنس بتاعت الفيزابل سكسسور. الناس فاهمه؟ هي المسافه من عندي لمحمود ومن محمود لمجدي. طبعا دي لازم تكون اكبر من فيزابل ديستنس، لان لو مش اكبر من فيزابل ديستنس كنت خدت هو الروت. برافو عليك، كنت خدت هو السكسسور. الناس فاهمه ولا لا؟ لازم طريق الباك اب او البديل يكون اكبر. طب لو في اثنين في لود بالانس هتلاقيهم تحت بعض زي بعض بالظبط، تمام؟ ده الاوت باوند فيزيكال ايه؟ انترفيس. ده نيكست هوب وفيزيبل سكسسور، وده الايه؟ الفيزيبل، ده الفيزيبل ديستنس بتاع الفيزيبل سكسسور زي ما قلنا، وده الادفرتايز ديستنس او ريبورتد ديستنس، وده الاكزيت ايه؟ انترفيس. فيها مشكله كده يا شباب؟ لو عملنا الشو اي جي ار بي توبولوجي هلاقي الايه؟ مكتوب الاوتبوت بتاعنا ان اوتو سامري بيمنع الايه؟ اوتوماتيك سمرايزيشن. فكان معمول اوتو سامري، وعملت الاوتو سامري ايه؟ فكت الاوتو ان اوتو سامري. اوكي؟ لو لقيت كلمه دي يعني ايه؟ يعني اي اي جي ار بي. لو لقيت استريك، استريك يعني ديفولت زي ما كانت اس استريك، تمام؟ مش لازم يكون اربع زيروهات يعني، تمام؟ سوري اربع زيروهات، انا اسف، لازم تكون اربع زيروهات. الاكس يعني ايه؟ اكسترنال. يعني لو لقيت حاجه زي كده دي معناها ايه؟ ديفولت اكسترنال اي اي جي ار بي. يبقى المتريك بتاع ده كام؟ ادمنستريف ديستنس، سوري ادمنستريف ديستنس 170. قلنا ادمنستريف ديستنس حاجه من ثلاثه في الاي جي ار بي. لو السمري روت بيبقى خمسه، لو انترنال 90، لو اكسترنال بتبقى 170. حد عنده مشكله كده؟ شكرا.